فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. لذلك كل ما قلتموه في الظلمة سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، بل أريكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم، من هذا خافوا.